العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصحيح سيدي أحمد الدردين رضي الله تعالى عنه. وما زلنا في الأوقات التي يحرم فيها التنفل في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، قد وصلنا فيه إلى قول الشيخ: وحرم نفل حال طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وخروج لها وضيق وقت وذكر فائتة، أي حال تذكر الفائتة، لأنه تذكر الفائتة إيه؟ اليسير. لكن واحد متذكر إنه فات سنة ولا شهر ولا شهرين، لا مش كده، يعني ليس كما فكر، إنما المراد ذكر الصلاة الفائتة، يعني صلاة من الصلوات الخمس أو صلاتين من الصلوات الخمس. يعني أحيانا واحد مثلا في العشاء يتذكر أنه نسي الظهر، ظهر اليوم أو العصر، يبقى يحرم عليه أن يؤدي نوافل قبل أن يصلي الفريضة، لأن وقتها وقت أداها حين الذكر، كما قال الشيخ رضوان. قال إيه؟ قال لأنه يؤدي لتأخيرها الحرام. ولذلك العلماء كما سيأتي في عند الشيخ تدبر رضوان، حينما يتذكر الإنسان أن عليه صلوات، قالوا يجب عليه أن يشتغل بأداء الفوائد، ويستثنى من ذلك وقت النوم والطعام والشراب وتحصيل ما لا بد منه للمعاش، ثم بعد ذلك يملأ باقي الوقت بأداء الفوائد. قال لأن تأخير أداء الفوائد حرام آخر، لأنه متذكر طبعا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. وبعدين ده الناسي والنائم، فما بالك بالمتعمد؟ فالترك ذنب، وتأخير الأداء أو القضاء، يعني تأخير القضاء ذنب آخر، وهكذا، يعني كلما أخر ازداد إثما. قال: ولا يعد مجتهدا حتى يصلي كل يوم ثلاثة أيام، 15 وقت، ولا يخرج من الإثم، من إثم التأخير، حتى يصلي خمس صلوات كل يوم، يصليهن مثلا مرة واحدة، أو يصلي كل وقت مع وقت، يعني يصلي الصبح أذان والصبح قضاء، وهكذا باقي الصلوات. هذا حكم الإيه؟ العلماء في الفوائد، في أداء الفوائد. الناس طبعا فكر إن إيه؟ يعني براحة الواحد، يعني ما عليه صلوات، مرة يصلي ومرة ما يصليش. لكن انظر، النافلة تحرم عند تذكر الفائدة، يعني يبدأ بالفائدة ثم يتنفل المشي، مش يقول يتهجد ولسه على الظهر والعصر، حتى ولو كان ناسي، لكن ما يشتغلش بالنافلة قبل أداء الفريضة. بالله عليك، انت لو انت عليك دين، صاحب الدين بيجي انت ما تتصدق على فكرة، يعمل ايه؟ يمسك في خناقة، طب تعمل ايه؟ طب ما تهدي اللي عليك الأول. اللي خلى العبد اهو، يعني العبد نفسه، يعني لما يشوف واحد بيتنفل ويتصدق وهو ليه عنده دين بيغضب عليه. لله المثل الأعلى. لأن الفائتة تؤدى ولو
طلوع الشمس أو حال الزوال أو حال الغروب أو حال خطبة الجمعة. يعني الفرائض لا استثناء فيها. وحال إقامة الحاضرة، يعني من ضمن الأوقات التي يحرم فيها التنفل حال إقامة الحاضرة، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ده لفظ حديث البخاري، قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني مثلا أقيمت عليك الصلاة وأنت تصلي في أول ركعة، يبقى تخرج السلام عليكم وتدخل مع الإمام وجوبا. إذا كنت في الركعة الثانية يبقى تخفف بحيث الإمام ما يرفعش رأسه من الركوع الأول وأنت تصلي، يعني تكمل الركعة الثانية وتلحق الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع الركعة الأولى. وإذا كنت في فريضة تخرج عن شفع، يعني صليت مثلا عليك هو في العصر قيمة الصلاة وأنت تصلي الظهر، صليت ركعة ما تكملش تقول فاضل ثلاثة، لا، تضيف عليها ركعة وتخرج عن شفع تسلم، يبقى كأنك حولت الفريضة إلى نافلة لأجل إقامة الصلاة الحاضرة. قال وحال إقامة لحاضرة، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي المقامة، أي يحرم صلاة غيرها لأنه يؤدي للطعن في الإمام. يعني لو أنت كملت الصلاة وحدك والإمام يصلي، كملت الظهر وحدك صحيحة لكن مع الإثم تأثم. ليه؟ قال لأنه أي واحد داخل يقول ليه الرجل ده بيصلي وحده، يبقى لابد الإمام ده مثلا فاسق أو به كذا أو كذا، يؤدي إلى الطعن في الإمام ومعارض للحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا للمكتوب. ولذلك العلماء قالوا يجب على الداخل في الصلاة أن يدخل مع الإمام على حاله، إن كان واقفا أو راكعا أو ساجدا أو في التشهد. بعض الناس يدخل المساجد، يدخل المسجد ويقف يشوف الإمام دي آخر ركعة ولا مش آخر ركعة، ينتظر. لا، مش داعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الصلاة في حديث البخاري فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى أنت تدرك الإمام حيث كان، في الركوع، في السجود، في الرفع، في التشهد، بسرعة ما تستناش. بعد السلام تكمل إيه؟ ما فات. لكن الناس طبعا جاهم واقفين إيه؟ يقول له استنى نشوف إيه؟ آخر ركعة دي ولا لا؟ يسلم ولا لا؟ ده خطأ. بعد أن بين مواضع حرمة التنفل بين مواضع الكراهة. ومعنى الكراهة يعني إن فعلتها لا عقاب عليك ولا ثواب لك. يصلي في وقت الكراهة يبقى لا ثواب له في الصلاة ولا يسمع لي. لكن إن ترك امتثالا للشارع له ثواب. أدي معنى المكروه. معنى المكروه أنك إن فعلتهم لا ثواب لك ولا عقاب عليك، وإن تركت المكروه فلك الثواب لأنك ممتثل لأمر الشارع. قال وكره النفل بعد طلوع فجر صادق. هذه من ضمن المسائل المجهولة عند معظم الناس.
99%. يعني كثير من الناس يدخل المسجد بعد أذان الفجر، فتلاقيه بيصلي تحية المسجد بعدين يصلي إيه؟ الفجر. أنت بتصلي تحية المسجد، مين قال لك تحية المسجد؟ تحية المسجد دي لما تكون قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر. لكن إذا أذن الفجر خلاص منهى عن أي صلاة إلا ركعتي الفجر، ما عدا الورد بشروطه كما قال الشيخ الدرديش كما سيأتي. لكن بعد طلوع الفجر أول ما تخش تعرف أن الأذان أذن، يبقى لا تصلي إلا الفجر. عايز تصلي تحية المسجد؟ الشيخ رضي الله عنه قال يصلي ركعتي تحية المسجد يعني مع سنة الفجر، يعني ينوي بالركعتين بسنة الفجر وسنة تحية المسجد معا في ركعتين. نحن في المالكية بالذات عندنا تعدد النيات، حتى اللي يخش يلاقي الفرض مقام ينوي الفرض والتحية كما سيأتي الشيخ الدرديب طبعا. قال إذا دخل المسجد فوجد الصلاة مقام ينوي أداء الفرض والتحية، فإن نوى ذلك حصل له الثواب، أي ثواب الفرض وثواب التحية، وإن لم ينوي ما حصل له ثواب الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. أيوة خلي بالك. فكره النفل بعد طلوع فجر صادق. طبعا هيستمر الكراهة دي لغاية بعد طلوع الشمس بمقدار رمح أو مقدار ربع ساعة. وبعد أداء فرض عصر إلى أن ترتفع الشمس بعد طلوعها، قيد رمح أي قدر رمح، وإلى أن تصلى المغرب، يعني تستمر القراءة من بعد أذان الفجر إلى بعد طلوع الشمس بربع ساعة لا يتنفل. تجد كثير عدد من الناس في مسجد المدينة المنورة يدخلون الروضة الشريفة ويتنفلون من بعد صلاة الصبح لغاية طلوع الشمس. هذا جهل، هذا جهل. ليه؟ لأن كده صلاة لا ثواب فيها، لأن ده وقت يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، حديث البخاري ومسلم وفي الموطأ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. خلاص يعني جنس الصلاة النافلة بالذات. وبعد العصر إلى أن تصلى المغرب، إلى أن تصلى المغرب دي كراهة طبعا، ما عدا حالة الطلوع والغروب فيحرم كما تقدم. يعني حين الطلوع وحين الغروب هذا حرام، لأنها تطلع بين قرني الشيطان. قال إلا ركعتي الفجر فلا يكرهان بعد طلوعه، بل هما رغيبة كما سيأتي. يعني كراهة النفل بعد طلوع الفجر، لكن مخصوصة بما عدا ركعتي الفجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي الليل، أي صلاته بالليل تهجد كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، فإذا أذن الفجر ركع ركعتين ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه المؤذن لإقامة الصلاة. يعني كان يضطجع صلى الله عليه وسلم بعد إيه؟ بعد أذان، بعد ركعتين سنة
الصبح هي الفجر يعني. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع ذات الاستراحة من طول التهجد. لكن ابن حزم الظاهري قال يجب على من صلى ركعة الفجر أن يضطجع في المسجد. فهو يضطجع اللي جاي لسه صاحي من النوم ده. يعني زي هو من النوم يضطجع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع للاستراحة من طول القيام. ولله متورمة. لكن واحد شبعان نوم يضطجع عليه. ايه الراحة؟ ايه التعب اللي تعبه يعني؟ لما صلى ركعة الفجر. وإلا الورد كما قال الشيخ أي ما وظفه من الصلاة ليلا على نفسه فلا يكره بل يندب فعله. يعني واحد مثلا يصلي كل يوم ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثماني ركعات أو عشر ركعات، في يوم من الأيام غلبته عينه فاستيقظ في الطلوع فتوضأ، ومن عادة مثلا المسجد أن يمكث مثلا بعد الأذان ثلث ساعة، في مساجد نصف ساعة، يبقى إذن يمكن أن يصلي إيه من الورد ما شاء، يعني ممكن يصلي 2، 4، 6، 8، 10، ما دام عارف إنه إيه لسه إيه الوقت باقي على إقامة الصلاة. يجوز له ذلك، لكن عارف انه فاضل على الاقامه 3 دقائق او 4 دقائق لا يصلي الا ايه؟ الا ركعتي الفجر. لكن صاحب الورد قال فلا يكره ان يصلي بعد طلوع الفجر بل يندب فعله قبل اداء فرض صبح وركعتي الفجر، يعني برضه يؤجل ركعتي الفجر، وقبل إسفال لا بعدها. يعني لو استيقظ في الإسفار، يعني فاتت صلاة الصبح في جماعة واستيقظ في النور، يعني زي ما نقول إيه بياض الصبح بدأ واختفت النجوم خلاص، يبقى كده إيه يبقى يصلي ركعتي الفجر والصبح، يصلي السنة والفرض ولا يصلي الورد. يعني الورد يصليه في الظلام، يعني مثلا بعد الأذان ب10 دقائق، بربع ساعة، بثلث ساعة، بنصف ساعة، يبقى لسه الغلس الظلام موجود. لكن أسفر الصبح خلاص كده إيه يكره التنفل، يبقى يصلي السنة والفرض ويكتفي بذلك. طبعا في السنة أن من فاتته صلاة الليل فصلى بعد طلوع الشمس إلى الزوال قال كتب له كأنه صلاه من الليل في صحيح مسلم الحديث، وكان نومه صدقة عليه. يعني يبقى في قضاء تاني لصلاة الليل اللي هو بعد حل النافل بعد طلوع الشمس بربع ساعة، يكتب له أنه صلاه من الليل وكان نومه صدقة عليه. فالشيخ هنا اشترط في الورد يبقى أن يكون قبل أداء فرض الصبح وركعتي الفجر وقبل الإسفار لا بعد، قال إلا الشفع والوتر. الشفع والوتر طبعا واحد نام واستيقظ بعد طلوع الفجر يبقى يصلي الشفع والوتر وركعتي الفجر، لكن بشرط الا تفوته صلاة الصبح في جماعة. فلو عارف انه لو صلى الخمسة دول 5 ركعات الشفع والوتر وركعتي الفجر هتفوته صلاة الصبح، يبقى ما يصليش. إذا كان في 3 ركعات يبقى يصلي الوتر والفجر.
يصلي الوتر فقط والفجر. باقي ركعة يصلي الوتر بس، ويؤجل ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، يبقى يصلي الوتر والصبح عشان يدرك مع الإمام، أو قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس ليه؟ لأن الوتر لا يسقط إلا بأداء صلاة الصبح في جماعة أو بطلوع الشمس. فلو استيقظ مثلا قبل طلوع الشمس بعد ما توضأ فاضل 5 دقائق، يبقى يصلي الوتر والصبح. باقي 5 ركعات يبقى يصلي الشفع والوتر والصبح. باقي 7 ركعات يبقى يصلي الشفع والوتر والفجر والصبح، ما دام الوقت يكفي. لكن باقي 2 ركعات يبقى يصلي الوتر، ويصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، ويصلي الفجر بعد طلوع الشمس بربع ساعة. هذا هو ما ذكره الشيخ الدردين رضي الله تعالى عنه. قال وهذا الورد لمن اعتاده، يعني يصلي بعد طلوع الفجر يصلي ورده بشروطه، بشرط أن يكون معتادا وإلا كره، يعني غير المعتاد لا يصلي نوافل قبل أداء سنة الصبح وفرض الصبح بعد الأذان وإلا كره. قال وغلبه النوم آخر الليل حتى طلع الفجر، يعني هو فضل نايم لغاية ما أذن الفجر صاحب الورد، ثم استيقظ عند الطلوع. لا إن كان ساهرا، إذا كان سهران الليل كله وما صلاش الورد يبقى ما يصليش بعد طلوع الفجر بعد الأذان. ليه؟ لأنه كان عنده فسحة وترك. لكن النوم زي ما قال الرسول ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، لكن هنا غلبه النوم او اخره كسلا، يعني سهران طول الليل وكان بنصلي بعد طلوع الفجر برضه يكره كله ذلك، او اخره كسلا. والشرط الاخير ولم يخرق بفعله فوات الجماعة لصلاة الصبح، يعني دخل وليجي الإقامة يبقى ما يصليش خلاص، حتى سنة الصبح يؤخرها لما بعد طلوع الشمس. ولم يخرق فوات الجماعة لصلاة الصبح وإلا كره إن كان خارج المسجد، إن كان خارج المسجد. قال وإلا حرم، وإلا وإلا حرم، يعني عند دخول المسجد وإقامة الصلاة جماعة يحرم عليه التنفل والإمام يصلي الصبح في جماعة، حرام. قال فالشروط 4، يعني شروط أداء الورد اللي هو صلاة التهجد بالليل بعد طلوع الفجر 4، يعني متى يجوز أن يصلي المتهجد عادته التي كان يؤديها كل يوم؟ كونه قبل الإسفار، يعني لازم يكون يعني عقب الأذان، لسه باقي زي ما تقول الظلام موجود، لكن صحي في الإسفار لا خلاص يصلي ركعتي الفجر والصبح. كونه قبل الإسفار، كونه معتادا يعني كل يوم يصلي، وغلبه النوم لم يكن ساهرا وأخره كسلا، ولم يخف فوات الجماعة، يعني ما يفضلش يصلي ويفوت الجماعة. يعني رأيت بعض الناس يلاقي الصبح تصلى في جماعة، هذا في القاهرة وأسوق في البندر، يعني
في جهل كبير، تلاقي السلام قام ويخش يصلي تحية المسجد ويفوت ركعة مع الإمام ويكمل مع الإمام، هذا حرام طبعا، هذا جهل. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ده كمان يقول لك إيه؟ لا أنا كمان علي ركعتين الفجر فأنا أصلي ركعتين الفجر وألحق الإمام. لا، كل ده حرام قطعا. أنا دخلت المسجد والإمام يصلي يجب أن تدخل مع الإمام على أي حال. هذه الشروط الأربعة اللي هي يصلي فيها صاحب الورد ورده بعد طلوع الفجر. هنا طبعا استثنى مسائل من الكراهة اللي هي بعد صلاة بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر. قال إلا جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار في الصبح وقبل اصفرار في العصر ولو بعد صلاتهما فلا يكره بل يندب، لا بعدهما في يكره. يعني في استثناء هنا، صلاة الجنازة تصلى بعد الصبح وبعد العصر لا تكره، وكذلك سجود التلاوة، يعني اللي يقرأ قرآن بعد صلاة الصبح يسجد للتلاوة، لكن كل ده قبل الإسفار، يعني قبل البياض. إذا بيضت السماء وظهرت يعني الوجوه واختفت النجوم يبقى تيجي عند سجدة التلاوة تعدي الآية، تترك الآية التي فيها السجدة، لأن الوقت هنا يكره السجود فيه. في ناس يعني تسجد لغاية طلوع الشمس، لا، يعني حينما تقرأ تبص تلاقي السماء بيضت يبقى كده يكره السجود، وصلاة الجنازة أيضا تكره وتؤخر لما بعد طلوع الشمس بربع ساعة، وقت حل النافلة. وكذلك سجدة التلاوة تسجد بعد العصر لغاية الاصفرار. الاصفرار يقدر بكام دلوقتي؟ بساعة إلا ربع، فاضل عن المغرب ساعة إلا ربع يبدأ الاصفرار. الوقت ده كله يكره فيه سجود التلاوة، يعني ممكن تسجد بعد العصر بساعة أو ساعة ونصف، باقي ساعة إلا ربع هتلاقي الشمس اصفرت ظهر، يبقى لا تسجد. عند الاحمرار يحرم، يعني تحرم صلاة الجنازة ويحرم سجود التلاوة ويحرم التنفل كما ذكرنا. يبقى إذن الجنازة وسجود التلاوة يجوز فعلهما بعد الصبح وبعد العصر، لكن بشرط قبل الإسفار، يعني قبل بياض الصبح وقبل اصفرار الشمس. قال وقطع المتنفل صلاته إذا أحرم بوقت نهي وجوبا إن أحرم بوقت حرمة وندبا إن أحرم بوقت كراهة ولا قضاء عليه. يعني واحد نسي فمثلا قام بعد صلاة الصبح نسيانا فصلى بدأ يصلي ركعتين ثم تذكر أن هذا الوقت يكره فيه التنفل، يبقى يندب له أن يقطع الصلاة، يعني يكره له التنفل، لكن عند الطلوع وعند الغروب يجب عليه القطع. ليه؟ لأن الوقت حرمة، يعني هذا يكون آثما، يكون آثما
إن لم يقطع، يعني لو كمل الصلاة يأثم، لأنه صلى حال الطلوع وحال الغروب، هذا حرام، فيجب عليه القطع. لكن أحرم بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح نسيانا أو عمدا، يبقى يندب له أن يقطع الصلاة، ولا يقضي النوافل. النوافل لا تقضي، يعني ما نقولوش مثلا اقطع الصلاة وابقى صلي تاني، لا خلاص. احنا في المالكية بالذات ليس لنا نافلة تقضى إلا ركعتي الفجر، تقضى بعد الطلوع إلى أذان الظهر، زوال الشمس. حتى الشيخ الترتيب قال ليس لنا نافلة تقضى سواها، مذهب الإمام مالك. يعني حتى الشفع والوتر إذا صلينا الصبح بجماعة سقط الشفع والوتر، أو طلعت الشمس برضه سقط الشفع والوتر، خلاص مفيش قضاء. يعني ما نقولش نصلي الوتر بعد طلوع الشمس. وأشعر قوله قطع بانعقاده، وهو ظاهر فيما إذا كان النهي لأمر خارج كحال الخطبة وما ذكر بعدها، وأما إذا كان النهي لذات الوقت كحال الطلوع والغروب وكذا بعد الطلوع لحل النافلة وبعد صلاة العصر فلا وجه لانعقاده كصوم يوم العيد وصوم الليل. ويجاب بأن معنى القطع فيما ذكر الانصراف عن الاشتغال بفاسد. يعني لما الشيخ يقول وقطع يبقى ده دليل على انعقاد الصلاة. بيقول قال وهو ظاهر فيما إذا كان النهي لأمر خارج كحال الخطبة. يعني إذا كان حال الخطبة يبقى الصلاة منعقدة، الصلاة منعقدة. فعند في المالكية يجب القطع. قال ويجوز حتى للإمام أن يقول له اجلس، لأنه إحنا عندنا مدام النافلة محرمة يبقى لا تنعقد، يبقى كان هو يشتغل بالفاسد، يبقى يجب عليه القطع. لذلك الشيخ بيقول وقطع إذا أحرم بوقت نهي وجوبا. قال هو ظاهر فيما إذا كان نهي أمر خارج كحال الخطبة وما ذكر وما ذكر بعدها، أما إذا كان النهي لذات الوقت كحال الطلوع وحال الغروب وكذا بعد الطلوع، يعني بعد الطلوع برضه كحال الطلوع برضه محرم، يعني عند احمرار الشمس، يعني بعد الطلوع بخمس دقائق وما زالت الشمس حمراء، كقبل الطلوع بخمس دقائق وبعد الطلوع بخمس دقائق تكون الصلاة الشمس حمراء فيحرم التنفل، يبقى برضه يجب القطع حتى لا يأثم. قال فلا وجه للانعقاد. قال كصوم يوم العيد وصوم الليل، يعني الذي يصوم يوم العيد يبقى متلبس بعبادة منهي عنها فلا تنعقد وتكون حراما، يعني يجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر. أو واحد مثلا نذر أن يصوم بالليل، يبقى ده نذر قال نذر المعصية لا ينعقد، من نذر أن يطيع الله فليطيع كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال ويجاب بأن معنى القطع فيما ذكر الانصراف عن الاشتغال بالفاسد، الانصراف عن الاشتغال بالفاسد، فأي عبادة منهى عنها يبقى يجب قطعها حتى لا يأثم المسلم.
وبذلك يكون الشيخ طبعا فرغ من بيان الاوقات اوقات الصلاه وما يحرم فيه التنفل وما يكره ونقف عند الاذان وهو الاعلان بدخول وقت الصلاه ونسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا علما نافعا وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم المهتدون. في ركعتين مولانا صوابهم الحج والعمره. ركعتين صوابهم الحج والعمره بعد الفجر. أي نعم، حديث الترمذي حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس.